بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. شكرا للزملاء الذين سبقوني بالنداء والتعليق. نبدأ مع حضراتكم بانطلاقة الشوط الخامس بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية مع منافسات سن الحقائق، مع هذه الحقائق المميزة الحاضرة والمتواجدة في هذا السباق، سباق المؤسس وعلى المستمرة المتواصلة على أرضية ميدان الشحانية. نبدأ بالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة على أول المراكز وعلى مقدمة هذا الشوط. نتابع معكم وبحضراتكم من واقع شعار بن حفار على أول التحديات وعلى المقدمة والصدارة. هنالك التواجد مشاهدينا الكرام، التواجد حبنا الكريم من قبل شعار بن براك، مع تواجد هوايل علي بن سالم بن ثيد بن براك المري على المركز الأول. مقدما لنا هوايل المركز الثاني من الجانب الأيمن. نتابع تواجد شانية محمد بن سالم محمد بن مخيت المري على ثاني التحديات. المركز الثالث التقدم الغزي الجبر بن فيصل بن جبر رمزاني النعيمي. نتواصل بالنداء لنرى ونتابع المركز الرابع شعار بن حلوس من واقع الشعار اللي على المركز الرابع. نتابع ايضا تقدم هذه الاسماء، تقدم هذه الشعارات لنرى معكم وبحضراتكم رابع المراكز ورابع التحديات. تسلل بهذه اللحظات شعار بن قمره مع المركز الرابع لأتابع عوايد خالد بن حمد بن صالح القمره المري بمتابعه حمد بن سالم بن جويل بعمليه التضمير. المركز الخامس وصول منصورة لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. خلف الخمسة أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء، ترقبوا قدوم هذه الأسماء وصولها في أيضا الأسماء الخمسة الأولى المتنافسة والحاضرة والمتواجدة. أعود إلى أول المراكز لأتابع هوايل هذا الأداء الهايل وتواصل الأداء المميز مع اول المراكز علي بن سالم بن ثيد بن براك المري. هل ترى؟ تسلم يا ابو سالم. او هنالك الاسماء قادمه واصله لا محاله بمسيره هذا الشوط. المركز الثاني الشهنيه محمد بن سالم محمد بن بخيت المري، والمركز الثالث وصل شعار بن عفره على ثالث التحديات. قدوم ووصول قنيف لجار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري على المركز الثالث. المركز الرابع تقدم سرابة سعيد بن سالم بن راشد العمري. المركز الخامس وصلت عالي احمد بن عبد الله بطير العامري على خامس التحديات. تخنى اجواء الكيلومتر الاخير، بدات السرعه من الشعارات، بدات التحركات في هذه اللحظات بتواجد القوه الابداعي والتميز. الله، هوايل على المركز الاول، هوايل على المقدمه، هوايل على الصداره، تحمل الرقم واحد، تتقدم على المركز الرقم واحد ليتواجد شعار بن براك علي بن سالم بن فيز بن براك المري على المقدمة. بن عفرة على المركز الثاني غادم بشعاره مقدما قنيف على ثالث التحديات لتبدأ بالانطلاق نحو الكيف نحو الناموس بتواجد وتقدم قنيف. جار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري والمركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات سرابة سعيد بن سالم بن راشد العمري والمركز الرابع. التقدم من عالية بهذا المستوى العالي لهنالك احمد بن عبد الله بطير العامري، لكن خلاص يبدو بان امور هذا الشوط مع هوايل بادائها الهايل بادائها المميز بانطلاقها الجميل على المركز الاول بمتابعه الشاعر اللي يقدم لنا انطلاقه هوايل علي بن سالم بن ثيد بن براك المري مع المركز الاول. لكن وصلت على المركز الثاني، وصلت بصيحه وصيحات الجماهير ترافقها بهذه الانطلاقه عبد الله بن فهد بن علي المري. وخلاص هوايل هي الفائزه والمتوجه، ولك تهنئه خاصه من جروب الابداع بمتابعه عبد الله ايضا العنزي. او هنالك ابو وجدان مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء
نتابع معكم المركز الثاني، وصلت مصيحة لعبد الله بن فهيد بن علي المر المركز الثالث. كان الوصول من قبل المشاهدين الكرام سرابة لسعيد بن سالم بن راشد العامل المركز الرابع. وصلت قنيف لجار الله بن جابر بن جار الله المري المركز الخامس. كان الوصول من علي الأحمد بن عبد الله بالطير العامري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، حضرنا الكريم، تابعنا معكم المنافسه حتى اللحظات الاخيره، وهوايل هي من انتزعت ناموس هذا الشوط. توقيت الزمني لحظه الوصول ست دقائق اربع ثواني، ست اجزاء من الثانيه. تعال التبريكات لمالك هواي اللي قامت شوط راس وانتهت مجرياته وانهت مجرياته بناموس مميز لعلي بن سالم بن فهد براك المري له الثانيه المركز الثاني. وصلت ست دقائق اربع ثواني، تسع اجزاء من الثانيه. تعال التبريكات لمالك فصيحه عبد الله بن فهد بن علي المري اللي وصلت في اللحظات الاخيره له الثانيه على هذا الفوز المستحق المركز الثالث. كان الوصول من سرابة، توقيتها الزمني أحمد السادة ست دقائق ست ثواني، ست أجزاء من الثاني، توقيت مميز ثاني. التبريكات نزفها لمالك سرابة سعيد بن سالم بن راشد العمري على هذا الفوز المستحق. شوط جديد ينطلق.